يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أبشركم الحال إلى أحسن بفضل الله عز وجل. واليوم كانوا بيرفعون الكمبيوتر لكن قالوا لا، يريدونه أول رفعوه لمدة ساعة، بعدين خفضوه إلى 42، والحمد لله الآن أنا بخير، وأطمئن الجميع أنني بخير والله الحمد والمنة، وفي كل يوم إلى أحسن، كل يوم إلى أحسن، الحمد لله. جزاكم الله خير. اسمحوا لي إني ما مديني أطول، لكن الحمد لله أبشركم يعني في كل لحظة أفضل بفضل من الله عز وجل ونعمة وعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس، قال لي عباس لما قال له يا رسول الله علمني سؤالا، قال سل الله العافية، فكرر عليه وقال سل الله العافية في الدنيا والآخرة. في الحديث ما أعطي أحد أفضل من العافية. طبعا هذا بعد دين الله، بعد توفيق الله، بعد استقامة على طاعة الله، بعد فضل الله عز وجل، بعد الهداية إلى الدين والتمسك بالكتاب والسنة. والحمد لله على العفو والعافية، وأبشركم أنني بخير وإلى خير بإذن الله، بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله المزيد من العافية.